الأصحاح الثاني. وفي اليوم الثالث كان في قانا الجليل عرس، وكانت أم يسوع هناك. فدعي يسوع وتلاميذه إلى العرس، ونفدت الخمر، فقالت له أمه: ما بقي عندهم خمر؟ فأجابها: ما لي ولك يا امرأة، ما جاءت ساعتي بعد. فقالت أمه للخدم: اعملوا ما يأمركم به. وكان هناك 6 أجران من حجر يتطهر اليهود بمائها على عادتهم، يسع كل واحد منها مقدار مكيالين أو 3. فقال يسوع للخدم: املأوا الأجران بالماء. فملأوها حتى فاضت. فقال لهم: استقوا الآن وناولوا رئيس الوليمة. فناولوه. فلما ذاق الماء الذي صار خمرا، وكان لا يعرف من أين جاءت الخمر، لكن الخدم الذين استقوا منه كانوا يعرفون، دعا العريس وقال له: جميع الناس يقدمون الخمر الجيدة أولا، حتى إذا سكر الضيوف قدموا الخمر الرديئة، أما أنت فأخرت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه أولى آيات يسوع، صنعها في قانا الجليل فأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. ونزل يسوع بعد ذلك إلى كفر ناحوم، ومعه أمه وإخوته وتلاميذه، فأقاموا فيها أياما قليلة. واقترب عيد الفصح عند اليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، ورأى في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصيارفة جالسين إلى مناضدهم، فجدل صوتا من حبال وطردهم كلهم من الهيكل مع الغنم والبقر، وبعثر نقود الصيارفة وقلب مناضدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذا من هنا ولا تجعلوا من بيت أبي بيتا للتجارة. فتذكر تلاميذه هذه الآية: الغيرة على بيتك يا الله ستأكلني. فقال له اليهود: أرنا آية تجيز عملك هذا. فأجابهم يسوع: اهدموا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام. فقال اليهود: بني هذا الهيكل في 46 سنة، فكيف تبنيه أنت في 3 أيام؟ وكان يسوع يعني بالهيكل جسده. فلما قام من بين الأموات تذكر تلاميذه هذا الكلام، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم مدة عيد الفصح، آمن به كثير من الناس حين رأوا الآيات التي صنعها. لكن يسوع ما اطمأن إليهم، لأنه كان يعرفهم كلهم، ولا يحتاج إلى من يخبره عن أحد، لأنه كان يعلم ما في قلب الإنسان.